مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. هذه حلقة جديدة وحوار اليوم. دكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أعلن إنهاء حالة الطوارئ الصحية لجدري القرود، وقال إن لجنة الطوارئ الصحية الخاصة بهذا المرض اجتمعت وأوصت بأن تفشي مرض جدري القرود متعدد البلدان لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. أضاف أدهانوم أنه في يوليو الماضي أعلنت بل تم إعلان حالة الطوارئ الصحية عامة بشأن تفشي مرض الجدري متعدد البلدان، حيث انتشر الفيروس بسرعة في أنحاء العالم جميعها. أضاف رئيس منظمة الصحة العالمية أن سبب إنهاء حالة الطوارئ الصحية هو انخفاض عدد الحالات في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. أكد أدهانوم أنه رغم أن حالات الطوارئ الخاصة بمرض الجدري وفيروس كورونا قد انتهت، إلا أن خطر عودة الموجات لا يزال قائما لكليهما. يستمر كل من كورونا وجدري القرود في الانتشار، وكل منهما يستمر في القتل وحصد الأرواح للأسف. حول هذا الموضوع يسعدني أن يشرفني في الاستوديو الدكتورة كريمة الشامي، الأستاذ بجامعة المنصورة ومستشار مكافحة العدوى. دكتورة كريمة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبأسرة البرنامج. أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نستعرض في البداية هذا التقرير قبل بداية الحوار. أخيرا، وبعد تفشي مرض جدري القرود في عدد من دول العالم العام الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. فخلال العام الماضي تم الإبلاغ عن أكثر من 87 ألف حالة و140 حالة وفاة إلى منظمة الصحة العالمية من 111 دولة. وقد حظيت منظمة الصحة العالمية بالتشجيع الكبير من الاستجابة السريعة للبلدان، ومع الوقت حدث تقدم مضطرد في السيطرة على تفشي المرض بناء على دروس فيروس نقص المناعة البشرية والعمل عن كثب مع المجتمعات الأكثر تضررا، مما أدى إلى انخفاض عدد الحالات. ولذلك تم الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ الصحية، حيث تم الإبلاغ عن حالات أقل بنسبة 90% تقريبا في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وقد ساعد على ذلك جهود المنظمات المجتمعية جنبا إلى جنب مع سلطات الصحة العامة، حيث تم إعلام الناس بمخاطر مرض الجدري وتشجيع ودعم تغيير السلوك والدعوة للوصول إلى الاختبارات واللقاحات والعلاجات لتكون في متناول الأشخاص الأكثر خبرة. كما لعبت شركات الأدوية والوكالات التنظيمية أيضا دورا مهما في المساعدة على توسيع الوصول إلى هذه الإجراءات المضادة. ورغم الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ من جدر القرود، فإن هذا لا يعني أن العمل قد انتهى، فلا يزال مرض جدر القرود يفرض تحديات كبيرة على الصحة العامة، والتي تحتاج إلى استجابة قوية واستباقية ومستدامة. فما زال تأثير الفيروس مستمر على المجتمعات في جميع المناطق بما في ذلك في إفريقيا، وستواصل منظمة الصحة العالمية العمل من أجل دعم الوصول إلى التدابير المضادة للفيروس. مشاهدينا الكرام، أجدد الترحيب بحضراتكم، كما أجدد الترحيب بضيفتي في الاستوديو الأستاذة الدكتورة كريمة الشامي، الأستاذ بجامعة المنصورة، مستشار مكافحة العدوى. دكتورة كريمة، أهلا بحضرتك مرة تانية. وزي ما تابعنا في التقرير، يعني تصريحات منظمة الصحة العالمية لم يعد يمثل حالة طوارئ عامة عبر البلدان فيروس القردة، إلا أنه هناك خطر قائم بالفعل بصدور أو يعني وجود موجات أخرى للإصابة تهدد حياة البشر. ما الذي يعنيه ذلك؟ هو الفكرة كلها أن احنا لما منظمة الصحة العالمية أو المدير منظمة الصحة العالمية أعلن إنهاء حالة الطوارئ كمشكلة صحية عامة تثير قلقا، ده معناه أن احنا الحالات قلت، زي ما التقرير أشار إن الثلاث شهور اللي فاتوا تحديدا لحد يوم 8 من 8 مايو 2023، لثلاث شهور ورا الحالات قلت بنسبة 90% عن الثلاث شهور اللي قبليها.
هو إعلان يعني حالة الطوارئ اختفاء. هو حالة الطوارئ أعلنت 10 شهور تقريبا. ففي العشر شهور دولت كانوا بيقيموا الوضع الوبائي شكله إيه في كل فترة، فلقوا ان الثلاث شهور الاخرانيين دولت النسبه قلت بنسبه 90%، يعني تقريبا يكاد يكون ان هو انخفض تقريبا خالص. فما هيبقاش دلوقتي مشكله طارئه، لا هو موجود، الفيروس موجود وما انتهاش، واحتمال ان هو يصير مشاكل قائم، لكن كون ان هو يبقى مشكله صحيه طارئه لا انتهى. طيب وجود الفيروس او انه اختفى ممكن يكون في شكل هو انه كامن، انه كامن هو ما اختفاش، هو الفيروس موجود، اختفت الاصابات، الحالات والاصابات قلت تمام، لكن ايه السبب في ده دكتوره؟ ايه السبب انه الحالات والاصابات قلت بنسبه 90%؟ شوفي حضرتك، كل ما كانت الناس عندها وعي اكتر بطبيعه المرض، شكله ايه، الاعراض بتاعته، طرق الوقايه، المنظومة الصحية شغالة كويس، بتستقبل الحالات، بترعاها كويس، كل مكان الانخفاض كويس. لكن لو كان الناس مش فاهمة المرض ده شكله ايه، وبالتالي لو حصل اي مشكلة مش هيعرفوا ان هم يتصرفوا، مش هيعرفوا ده ايه. فممكن هنا سرعة الانتشار هنا هتبقى فرصته كبيرة. فالاويرنس بتاع الكوميونتي اويرنس ده مهم قوي، الوعي، وده يعني الميديا شغالة على الكلام ده، ومنظمات المجتمع المدني، والنهاردة الثقافة الصحية بقت سائدة في المجتمع من بعد كورونا تقريبا. صحيح صحيح. إذن هي يعني المعادلة عناصرها الرئيسية الوعي وحسن الإدارة، حسن إدارة الحالة الطارئة، حسن التعامل مع حالات الإصابة. هل للمناخ دخل في ان اي فيروس من اي نوع ممكن يكمن ثم يظهر مره اخرى؟ هو تحديدا بالنسبه للجدري غير الكورونا. الكورونا المناخ بيلعب فيه يعني نسبه كبيره جدا، وخصوصا ان لما يكون فيه تغيير الفصول، الفصل الشتاء ده بيزود فرصه الكورونا. ازاي؟ الكورونا فيروس تنفسي، فكون ان يبقى فيه تجمعات، الناس قافله على نفسها، الناس ما بتتحركش، التكدس في المواصلات، في البيوت، في اي مكان، فده بيزود فرصه الانتشار. صحيح. لما بيبقى فصل الصيف الناس بتخرج، البيوت بتتهوى، محدش قاعد في بيته، محدش قاعد في مكان مقفول، ففرصة الفيروس هنا بيبقى أقل كتير. صحيح. وطبعا لأن الكورونا زي ما حضرتك بتقولي فيروس تنفسي، فسهل انتشاره يمكن عن فيروس جدري القردة. طب خلينا نتكلم عن بقى طرق الإصابة والعدوى بهذا الفيروس الخاص بالجدري. الجدري فيه طرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة لو في حد قاعد قريب من حد، سواء بيتكلم، بيغني، بيتنفس، ممكن ان هو يلقط الفيروس. حتى لو بيغني، حد قاعد قريب من حد، فالهواء ممكن ان هو بينقل الرذاذ، وبالتالي يبقى في فرصه لانتقال العدوى. لو في اي وسائل في البيئه كونتامينيتد، يعني ايه؟ انا عندي الفيروس، لمست ترابيزة زي دي، بقى ناقل، لمست موبايل، لمست فوط، لمست بشكير، ملايات، وهكذا، أي أرتكلز من دولت، وحد تاني جه عنده خدوش، عنده تشققات، اتنفسها، فممكن هنا الانتقال ممكن يتنقل بكذا طريقة، يعني سوائل الجسم المختلفة. أيوة. والهواء والاحتكاك المباشر ده مهم قوي يا دكتوره، لان الناس بتفترض انه الاحتكاك المباشر هو الوسيله الوحيده لنقل العدوى. لا. الاحتكاك المباشر بمعناه ان هو جلد مع جلد، زي العلاقات الحميميه، باي صوره بقى من الصور، وباي طريقه من الطرق. فهنا وخصوصا ان هو بينتشر في
المجتمعات اللي فيها إصابات بالإيدز، الإيدز نقص مناعة، الرجالة مع الرجالة المثليين. تمام. فمعنى كده أن هو بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بأي صور من صوره، عن طريق السوائل الجسم المختلفة، سواء كان دم الحامل الست الحامل ممكن بيأثر على الحمل، سواء وقت الحمل أو وقت الولادة أو بعد الولادة أو أثناء الرضاعة. عارفة حضرتك زي الفيروس بي بالظبط، فيروس بي ما بيتنقل للأم الحامل وللمولود فهو نفس النظام، هو في الدم. فهو في الدم وفي التنفس، وممكن ان هو يخرج عن طريق الخدوش واي تقرحات او اي سوائل من سوائل الجسم في السيمنز السائل المنوي. فمعنى كده ان كل مخرجات الجسم بتنقل العدوى، بالاضافه للجهاز التنفسي، بالاضافه للاحتكاك النفسي. يعني عرق، رذاذ، اي نوع من انواع السوائل اللي خارجه من الجسم بتنقل سوائل للعدوى. وافرازات. أيوه. ودم الشخص المصاب. صح. سوائل وإفرازات ودم الشخص المصاب، بالإضافة للجهاز التنفسي يبقى هواء، بالإضافة للاحتكاك أو أي طريقة غير مباشرة. طيب هل نقدر نقول إن في أشخاص معرضين أكتر للإصابة وانتقال العدوى ليهم عن غيرهم؟ ريسك، هاي ريسك جروب. الهاي ريسك جروب دولت الناس اللي هم المناعة بتاعتهم قليلة، الأطفال، كبار السن اللي عندهم اتش اي في، الايدز. تمام. كل امراض مزمنه زي السكر والضغط معرضين، امراض مزمنه الضغط والسكر وخلافه، هم مش معرضين بس للجدري بس، لا ده لمعظم الفيروسات ومعظم البكتيريا. فكل الهاي ريسك جروب، الكبار وصغار السن، الامراض، اصحاب الامراض المزمنه، الناس اللي بياخدوا علاج كيماوي، علاج اشعاعي، الاتش اي في، كل دولت عندهم بتبقى فرصتهم اكتر ان هم ياخدوا العدوى عن غيرهم من المجموعه العاديه. طيب لو اتكلمنا دكتور عن الاعراض بتاعه الاصابه، يعني اعرف منين ان هذا الشخص مصاب؟ التشخيص المبدئي طبعا في البيوت، يعني بعد كده هيروح بقى مراكز متخصصه يبدا بالزبط. فيه تشخيص طبي، بس انا اعرف ازاي احكم ان هذا الشخص مصاب جدري عادي ولا جدري قرده ولا ايه بالظبط؟ تمام. شوفي حضرتك، في اول ما بيظهر على الانسان ارتفاع في درجه الحراره، ارتفاع في درجه الحراره ده معاه صداع ومعاه آلام في العضلات وآلام في الظهر وهبوط وإعياء. بس ده مشابه برضو لأي فيروس تاني زي كورونا أو الانفلونزا العادية. ده في الأول. ده في الأول. تمام. مصاحب بقى الارتفاع في درجة الحرارة بيحصل بقى إيه؟ بيحصل فيه سكين ريش، رشح أو طفح جلدي. الطفح الجلدي بيظهر الأول في الوش وده اللي بيميزه، وبعد كده يظهر في أجزاء الجسم المختلفة، بس بيبقى أكتر بقى فين؟ في راحة الإيدين والقدمين. ده بيظهر بعد كام يوم من الإصابة يا دكتور؟ شوفي حضرتك، هو ممكن إن هو في خلال أسبوع ممكن يحصل الكلام ده. يعني المريض بهذه الأعراض مبدئيا يبدأ يلاحظ نفسه ويتابع إيه اللي ممكن أكتر ظهر. حاجة زي ما حضرتك كنت بتقولي في الأعراض الأولية اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وألم في العضلات وألم في الظهر، دي أعراض مشابهة مع أي حاجة تانية، مع الكورونا، مع شوية برد، مع شوية أنفلونزا، نفس النظام. لكن اللي بيميز بقى الجدري، جدر القرود، السكين ريش، الطفح الجلدي. الطفح الجلدي ده يعني من رحمة ربنا إن هو بيخف لوحده بدون تدخل طبي كمان، يعني ممكن الشخص ما يحتاجش ان هو يروح اي منشأة صحية. أي. في خلال من اسبوعين لثلاث اسابيع ممكن ان هو يخف من تلقاء نفسه، لكن بيفضل يعدي طوال البصور ديت ما هي موجودة لحد ما تتقشر وتخف ويظهر مكانها الجلد الجديد بدون اي تدخل او مس المسات، الحاجات اللي بيستعملوها للامراض خالص. الجلديه بدون اي حاجه بيخف خالص. هو لو قعد في البيت وعزل نفسه
واحنا بنقول هنا العزلة ليه بقى؟ عشان ان هو ما يفضلش يروح يلوث حاجة، يقوم يعدي البارتنرز بتاعته، لو كانت هي لواحدة تبقى جوزها او ولادها او راجل لمراته وولاده وهكذا. اي شخص يبقى عنده اي اعراض غير طبيعية غير عادية يفضل ان هو يجب ان هو يعزل نفسه، ويبقى ليه متعلقاته مخصوص، يبقى في اوضه. احنا ما بنقولش ان هو يتعزل عزل تام، لكن يبقى كل احتياجاته لوحده، حاجته اكله وشربه لوحده، الفوطه بتاعته، الملايه، السرير، كل متعلقاته تبقى لوحديها، عشان ان احنا نتجنب ان هو يعدي اي حاجه. صحيح. ما هو لو لمس الاكره وهو ايده فيها، ما هي ايده مصابه، لو لمس اكره الباب وحد تاني جه مسك اكره الباب هيتعدى. شوفي، هي ابسط الاشياء اللي ممكن ما تخطرش على بال حد، ممكن الناس تفتكر انه مجرد الفوطه الشخصيه او فرشه الاسنان او السرير، او ده هي فرشه دي مجرد انه طالما ايديه فيها اثر من الفيروس ولمس اي منضده او اي شيء، الهواء كمان، النفس. ما احنا بنقول لحضرتك ان من طرق انتقال العدوى لو حد قاعد قريب مع بعض وبيتكلموا، وخلي بال حضرتك كل ما اتكلم بصوت عالي اكتر كل مكان الرذاذ هيطلع اكتر، وكل مكان اندفاعه اكتر. فالحاجات دي كلها نتجنبها. يبقى الواحد يبقى قاعد، او الشخص المصاب يبقى قاعد في مكان امين، يقعد يسمع مزيكا، يسمع قران، يشغل نفسه باي حاجه، لكن ان هو يتجنب فتره الاسبوعين اللي هي فتره حضانه الفيروس لحد لما يختفي تمام. بالظبط. هنا يكون لحد ما يحس ان هو خف، والبصور دي اتقشرت وخفت، حصل لها جود هيلينج. يبقى في الحاله ديت هو بقى امن تقريبا. محتاج برضو يعرض نفسه على الطبيب بعد الشفاء، بعد تمام الشفاء. لو الحاله هو، شوفي حضرتك، هو الشخص بيقيم نفسه هو محتاج ولا مش محتاج. وبعدين كل ما كان الشخص المناعه بتاعته كويسه، ايوه، وهو السن بتاعه كويس، وبياكل كويس وبعيد عن الاسترسورز وبعيد عن المشاكل الحياه اليوميه، وعنده رضا نفسي ومتقبل حاجه زي كده، وان هو عارف ان هو باليقين ان هي هتخف، عشان معنوياته هتاثر على الصحه، كده ان هو هيبقى كويس. في حد تاني بيقعد يندب حظه ويقول اشمعنى انا، ويكون مسن، او يكون ما بياكلش كويس، شايل هموم الدنيا. في الحاله ديت لا، ده هو اللي هياخد وقت في العلاج. تمام. يفضل ان طب هو دي نقطه هو مهمه قوي يا دكتوره، يعني هل الحاله المعنويه للمصاب طبعاً بتكون هي الوحيده الفيصل مش في الوحيدة. التفاوت هي النسبي إحنا. لا، انا عايزه اسال على التفاوت النسبي في اعراض الاصابه، يعني ممكن شخص يظهر عليه الاعراض بصوره سيئه للغايه، وحاله اخرى حاله متوسطه، وحاله اخرى حاله بسيطه، هل الفيصل هو فقط الحاله المعنويه؟ شوفي حضرتك، لو جبنا مجموعتين، المجموعتين عندهم نفس الديزيز او نفس المرض بنفس المرحله، بس دولت الحاله النفسيه بتاعتهم كويسه والمعنويه كويسه، ها، والتانيين لا، شايلين هموم الدنيا وحاملين وبيعملوا من الحبه قبة وبيعملوا مشاكل قد كده وعندهم توترات، لا دولت هيخفوا بسرعه ودولت هيزيدوا في المده بتاعتهم هتطول. فالحاله النفسيه، وعشان كده احنا دايما كنا بنقول ايام كورونا ان احنا نبعد عن الاستريسورز التوترات، وان احنا يكون عندنا رضا نفسي وعندنا حب للحياه وعندنا اليقين في ربنا وعندنا ان احنا مبسوطين كده ومتفتحين للحياه. كل ما كنا عندنا الحاجه دي اكتر، كل ما كنا واكثر تفاؤلا. في ناس عندهم حب للحياه بتفايت من ان هي يبقى عندها تقول لك انا عندي كورونا، لا لا لا، ده انا هخرج وهبقى زي الفل، انا اللي ههزم المرض. المقاوحه بتبقى ساعات مفيده جدا. صحيح. طب دكتور، ايه الفرق بين جدري القرود والجدري العادي اللي احنا بناخد ليه تطعيمات في سن صغير الفاكسينات دي؟ ايه الفرق؟ كانت التطعيمات لحد سنه 80 تقريبا، فاللي طعموا قبل 80 الاطفال. شوفي حضرتك، هما الاثنين
جدر القرود وجدر المائي من نفس عيلة الفيروسات الجدرية، من نفس العيلة، بس جدر القرود أقل حدة وأقل مضاعفات وأقل في العدوى. أقل أقل. أمال ليه بيعرض حياة الناس للموت؟ على حسب الكاتيجوري اللي هو فيه، ما في ناس جالهم كتير وخفوا على طول. لكن كل ما كان الجدر العادي اللي هو بتاع زمان ما كانش بيموت، هو كان بيجي برضو ياخد دورته في الجلد ويعدي بألمه ويعدي بحالته، في الآخر الناس بتخف. إنما جدري القرود سمعنا عن حالات وفاة كتير، ما هو قبل التطعيمات. لكن لما الناس اتطعمت وحتى لو حصل لهم إصابة كانت الإصابة بتاعتهم بتبقى خفيفة. قبل التطعيم حاجة وبعد التطعيم حاجة تانية زي الكورونا. يعني نقدر نقول ان احنا محتاجين نرجع تاني الفاكسين بتاع الجدري؟ مش بالشرط. احنا الوقت ما هو الحالات بتخف اهيت. ما هوش مش محتاجين. حتى الناس اللي هم حصل لهم اصابة خفوا لوحديهم. في تطعيم بتاع الجدري بياخدوه لكن هو الناس بتخف لوحدي. ما هوش يعني ما هوش خطير، ما هوش يصير قلق. هو بس يعني نقدر نقول كام في المية خفوا وكام في، عشان نعرف النسبة، عدد حالات الوفاة بالنسبة لعدد حالات الشفاء. عدد الحالات الوفاة المبلغة ما هوش كتير. يعني لا تكاد تذكر بالنسبة لكورونا طبعاً. مثلا يعني كورونا 7 مليون توفوا أو توفاهم الله على المستوى العالمي، و65 مليون إصابة. فلا الموضوع مختلف. وبعدين النهارده كورونا النهارده غير زمان طبعا. هل بيجري العمل دلوقتي بقى، هنتكلم على اطار او على نطاق منظمه الصحه العالميه، في استراتيجيات دلوقتي؟ كنت عايز اسال على ده. هل في، مش بس على الاستراتيجيات، هل بيجري العمل كمان على وضع فاكسينات مضاده زي ما اشتغلوا على فاكسينات خاصه بالكورونا؟ شوفي حضرتك، من مميزات منظمه الصحه العالميه انها بتشتغل في كل الاتجاهات، بارل في كل الاتجاهات، سواء كان في الترصد، في التوعية، في وضع المعايير، وضع التوصيات، بتعمل موديفيكيشنز للقاحات وبتعتمد لقاحات. بيتعمل وبيتعمل الوقت. حتى اللقاح فايزر المعدل اللي هو دخل مصر من شهر 3 تقريبا، جالنا كذا تقريبا 2 مليون جرعة في شهر 3، ده موافق عليه منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية. ده لقاح ضد الكورونا. ضد الكورونا تمام. برضو في نفس بالنسبة للجدري بتطلع لقاحات، والشركات بتتنافس عشان يطلعوا علاج ولقاحات. أي فكرة تنافس الشركات يا دكتور أحيانا بتثير القلق لدينا يعني كمواطنين، أو شيء طبيعي، لأن الناس بتبقى فيه هناك ظن أو انطباع عام على أن الشركات بتبقى واخدة الموضوع على أنه إدارة أعمال، على أنها هتستفيد وتتربح، ماني ميكر. مش الغرض الوحيد هو صحة البشر، بدليل أن بعض الحالات اللي تلقت علاجات ضد أو فاكسينات ضد الكورونا الحقيقة شفنا مضاعفات صحية، وكان فعلا يعني بعض اللقاحات ثبت انها هاي ريسك زي ما حضرتك بتقولي. شوفي حضرتك، اللقاحات معظمها كان امن وفعال، وكان بيقلل الخطوره، كان بيقلل الخطوره. يعني ميزه اللقاح لو حد اصاب وهو واخد اللقاح، لا ده هو الاصابه بتبقى اقل كتير، اقل حده، وما بتطولش، غير اللي مش واخد اللقاح. لا طب هل خضعت اللقاحات للتجارب السريريه زي ما بنسمع انها بتقعد 10 سنين؟ لا لا لا، ما هو شوفي حضرتك، انت في جائحه. التجارب السريريه دي بتتعمل لو احنا في كولد كيسز، يعني ايه؟ يعني ما احناش في وباء عالمي. لكن الوباء العالمي بيضطرك ان انت تعملي حاجه. لما حضرتك يجي لك مثلا ضيف وانت مفروض ان انت كنت بتوضبي الشقه في 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 مده قد ايه، جالك ضيف فجاه، هتضطر ان انت بسرعه هتعملي انجاز ما يمكن انجازه. انت عندك الناس كلها بتتطوح وبتموت، وخصوصا كان
الدلتا ده كان مأثر على الناس شكلها ايه، وكانت الإصابات شكلها ايه، والجهاز التنفسي العلوي شكله ايه. فاحنا انقاذ ما يمكن انقاذه. وبعدين احنا بندي بقى لما الناس هتاخد، ها هيبقى عندنا استاتيستيكال داتا بتقول ان الحاجات الحالات اللي خدت هنا كانت كويسه ولا ما هيش كويسه ولا ايه. كما لو كنت بتعملي تجارب سريريه على المدى البعيد، بس انت عندك الوضع القائم بالظبط. جميل. طب لو نتحول بقى للحديث عن النقطة المهمة، وهي الاستراتيجية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية يعني معالجة الأمر من خلال خطة بعيدة الأجل، وليس بالزبط. فقط الاكتفاء بخطة الطوارئ. بالظبط. هي منظمة الصحة العالمية بتقول دلوقتي إن الوضع الوقت ما عادش محتاج لحالة طوارئ. طب إحنا نعمل إيه؟ إحنا نحط استراتيجية على المدى البعيد، بحيث إن المنشآت الصحية الهيلث سيكتورز يعني القطاعات الصحيه كلها تلتزم بيها، بحيث ان في حالات كذا نعمل كذا، فيه هندي تطعيمات، هندي علاج، هنعمل توعيه، هيبقى فيه بنود للاستراتيجيه، مش قصيره المدى، لا طويلة المدى. بيبقى في اولويات يا دكتور خلال هذه الاستراتيجيه، يعني التعامل مع البؤر الاكثر اصابه مقدمه عن غيرها. الاهداف اي استراتيجيه بيبقى لها بنود، ان يبقى لها اهداف اهداف كبيره ويعني جنرال اوبجكتيفز وسبيسيفيك اوبجكتيف، اهداف عامه ومن ضمن الاستراتيجيه ان بيبقى لها تايم فريم، إطار زمني، مين المسؤول اللي هينفذها وهينفذها ازاي وبايه وبادوات ايه. فهي استراتيجيه كبيره، الغرض منها الهدف العام ايه، ان احنا نقلل حدوث او الانسيدنس بتاع الاصابه بالفيروس جدر القرود. طيب موضوع الحجر الصحي اللي بيكون في مطارات الدول، هل مازال فعال برضو حتى رغم انتهاء حالة الطوارئ؟ طبعا بدليل ان احنا ظهر المتحورات الجديدة بتاعت أوميكرون، اللي هو المتحور الجديد اللي ظهر الكورونا اسمه أوراكيوس دوت، ظهر من يناير. واي حاجه غير طبيعيه بتتاخد على الحجر الصحي. يعني هو ظهر في الهند وظهر في بريطانيا وفي استراليا وفي النمسا تقريبا، لكن الحمد لله ما ظهرش عندنا. أيوة هو ليه بقى؟ يعني ما زالت الدول مهتمه بموضوع الحجر الصحي لوقف انتقال العدوى من دوله لاخرى. المناطق الاستراتيجيه يمكن في تهاون مع الناس اتهاونوا في الموضوع عشان لقوا ان الموضوع بتخف، لكن هو الفكره كلها لازم الناس تبقى حذره وعارفه، ومهم جدا ان مش معنى ان ما عادش فيه اعداد اصابه جائحه وما عادش فيه طوارئ ان الموضوع انتهى، لا الوباء انتهى، لكن الفيروس مستمر. الفيروس موجود، الفيروس هيبقى متوطن زي ايه؟ زي الاتش اي في الوقت ما هو موجود بقى متوطن، زي البرد والانفلونزا، لكن هو عادل. موجود موسمي متوطن، برافو. الفكره كلها ان لازم الناس تبقى حذره، وخصوصا الهاي ريسك جروب اللي احنا اتكلمنا عليهم، الناس المسنين، الناس الكبار، اصحاب المناعه الضعيفه، الكلام ده، ان اي تجمعات لازم يعني الماسك ما انتهاش. طيب بمناسبة الحديث عن الماسك بقى، نتحول للحديث عن كورونا دلوقتي. تمام. ونعرف من حضرتك تطور فيروس كورونا، تطور الإصابة بالذات في مصر طبعا، علشان الناس يبقى عندها وعي. تمام. لأنه أحيانا مع دخول الصيف الناس الحقيقة بتتهاون جدا في أخذ الاحتياطات الخاصة ب يعني إن هم يحموا نفسهم من الإصابة. بالظبط. شوفي حضرتك، هو الفكرة إن الناس الوقت بقى عندها وعي جامد جدا، الناس عندها وعي، طبيعة الأكل اختلفت. الناس بتركز النهاردة على الحاجات، إيه اللي ينفعها وإيه اللي ما ينفعهاش، إيه اللي بيزود المناعة. الجو ساعد على تقليل انحسار الوباء برافو، انحسار الوباء. فمعنى كده، لكن
فكرة إن أي تجمعات، أنا راح المترو، المترو ده مكان مقفول وفيه ناس عدد كتير والناس بتتنفس، لازم هلبس الماسك، هلبس الكمامة، أو الأسانسير برضو، الأسانسير أي لمس حاجة لازم نتوقع إن هي تكون، هو مين يقول إن هي ملوثة أو مش ملوثة؟ محدش يقدر إن هو يقول الكلام. صحيح. ده إحنا اتعلمنا في مكافحة العدوى في المستشفيات إن أنا بتعامل أو أي حد من الفريق الصحي بيتعامل مع المريض أزيف هي إز إنفكتد، كما لو كان إن هو عنده عدوى، فبتعامل معه باخد الاحتياطات الكاملة. هو مين إن يقول إن هو عنده عدوى أو ما عندوش إلا بالتحليل؟ فبالتالي أنا راكبة أسانسير مفيش داعي برضو ان انا اعمل كليك على الزراير بريس بايدي وانا طلع سلم، مفيش داعي ان انا المس حاجة، اتجنب لمس اي حاجة. غسيل الايدين مهم قوي، غسيل الايدين بالمية والصابون بقدر الامكان، عمال على بطال تمام. يعني رحت اي مكان اغسل ايدي، الكحول اخليه برضو معايا، افرض ان انا رحت مكان وما فيهوش اي امكانيات وانا ماشيه لمست اي حاجه اطهر ايدي تمام. المهم قوي سواء كان بالنسبه لكورونا او بالنسبه للجدري، ان لمس الانف والفم او العينين برضو نفس النظام، ما هو الفيروس ده او ده بيدخل من الاماكن دي، الجدري برضو ممكن ان هو يدخل من الانف او الفم او العينين. فمعنى كده اي تشققات، اي جلد ما 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 يعني مخدوش، فيه قطع، فيه جرح، لازم ان هو يتغطى. الحاجات البسيطة دي اللي احنا اتعلمناها لازم ان احنا نلتزم بيها. جميل قوي. احنا اتعلمناها شرب الوعي. طبعا الوعي ارتفع في خلال جائحة فيروس كورونا، وثقافة الناس اتغيرت بفرض الامر الواقع عليهم، عايزين ده يكون ستايل اوف لايف طول الوقت. هو ده مفروض ان هو يبقى اسلوب حياة، واحنا دايما بنركز على كده ان اسلوب الحياة الصحي سواء كان ممارسات صحية. ما هو خلي بال حضرتك ان انت بتعملي الحاجة عادة عادة او بتعملي خلاص عادة مكتسبة، بحيث ان انت بتعمليها بتلقائية بدون ما تفكري. يعني جيتي في رحت اي مكان بتغسلي ايديك بدون ما تحسي، راحة في اي مكان في زحمة بتلبسي الماسك، حتى لو ما معكيش ماسك ممكن ان انت تتصرفي وتحط اي حاجة، تحط كلينكس اي حاجة، اي حاجة بالظبط. الملابس كمان يا دكتور ممكن تكون نقلة للعدوى، يعني الانسان اللي بيخرج طبعا بلبس بره البيت او بيروح عمله بلبسه، مفترض انه على طول اللبس ده ما يرجعش تاني الدولاب، لازم على طول يعني يتم تطهيره ويتم لو انا هلبسه تاني يعني تاني يوم احطه على شماعة واحطه ان شاء الله اعلقه في اي مكان تمام. ويكون يعني مش شرط بقى ان انا المسه ولا حاجة، الا يعني انا روحت قلعت بغسل ايديا وبعلق حاجتي وانا هلبسه برضو هغسل ايديا بعديه. اللبس ما هوش يعني ما هوش نائل للعدوى زي ما يكون حاجة انا بلمسها كتير. أيوة. يعني انا لو بلمس الموبايل كتير، وخلي بال حضرتك انا ممكن المس الموبايل وحد تاني يمسكه وحد او تالت ريموت يمسكه كنترول سواء بتاع تكييف او تلفزيونات او سماعه التليفون او الحاجات دي، فالحاجه اللي هي بتتلمس كتير هي ديت المخاطر من اكثر من يد بالظبط. صحيح. دكتور عايزين نعرف ايه سبب انتشار الفيروسات اللي بقت غريبة على البشرية في آخر 3 سنين؟ يعني إيه سبب؟ هل هو التغيرات المناخية؟ هل هو تغير في نمط الغذائي؟ هل هو يعني أساليب شاذة في التعامل بين البشر؟ إيه بالضبط المحدد؟ فيروسات موجودة على مر العصور وعلى مر السنين، لكن كانت قاتلة بهذا الشكل؟ بس الناس النهاردة بقوم أكثر وعياً، والنهارده لما حضرتك بتتكلم عنه وغيرك بيتكلم عنه بقى فيه وعي مجتمعي وبقى فيه اصابات، ها، وبقى الميديا كمان بتخلي المعلومه اللي كانت قبل كده ما كانش حد يعرفها النهارده بيعرفها. زمان كان فيه القنوات بتاعه التلفزيون الاولى والثانيه، النهارده بقى فيه انفتاح لكل طبعًا حاجه والمعلومه بقت متاحه في كل حاجه. فهي الفيروسات من طبيعه البشريه موجوده.
الفيروسات والبكتيريا والفطريات وكل الكلام ده موجودة من زمان. اتغيرت بتتغير التحورات اللي بتحصل في الفيروسات، هل بتكون نتيجة تغير أو إنها إدمت على سطح الكرة الأرضية فبدأت إنها تحور نفسها، ولا بتحصل طفرات جينية في التكوين بتاع الفيروس هو نفسه؟ التغيرات المناخية أكيد عليها عامل كبير. إحنا ما كناش بنشوف درجة الحرارة الشديدة ديت. كل ما زادت درجة الحرارة كل ما بتكون في جود ميديا فور جروينج بكتيريا وفيروس، بيئة مواتية أكتر طبعا. بالظبط. فالبرد الشديد الحر الشديد ده بيساعد على تغيير الفصول. صحيح. اللي بقى زمان كان بيبقى فيه الربيع بيبقى مده معينه. النهارده ما عدتيش بتعرف الربيع بيبتدي امتى. بقيت دكتور الموجات إمتى. موجات بالزبط. الحر حتى زمان كان ممكن وسط الصيف يوم او يومين درجه الحراره بترتفع قوي، دلوقتي ممكن تقعد بالاسبوع او ال10 ايام درجه الحراره مرتفعه. بيقول جو مصر حار جاف صيفا، النهارده لا جاف ولا حاجه. النهارده بقى اتغيرت المعايير تماما، المناخ الجذري والمناخ الصحراوي حقيقه، فده اكيد بيأثر. بالاضافه ان الناس فهمت وبقى بقت نوليدجبل، بقت عندها وعي وفاهمه يعني ايه فيروسات والاصابات. كتر ما كان في، واحنا كنا بنحس او احنا حسينا بكورونا الا لما حصل اصابات وحصل كومبليكيشنز طبعا قد كده. طبعا. طب الجهاز المناعي بقى، الجهاز المناعي للانسان قوي. هو طبعا سلاح دفاعه الرباني اللي ربنا مد جسمه بيه. بعد التحورات وبعد ظهور الفيروسات الجديده، هل الانسان او ربنا بيخلي كرات الدم البيضاء او الجهاز المناعي هو كمان يطور نفسه؟ هو كل مكان الجسم نموذجي. يعني ايه؟ يعني كرات الدم البيضاء في المعدل الطبيعي لا هي واطيه ولا هي عاليه، كل ما كانت بتبقى اكثر وظيفه. فلو دخل اي فيروس او بكتيريا او اي حاجه تقدر انها تهاجم كويس. لكن لو الشخص اللي الكرات الدم بتاعته ضعيفة أو هو عنده أنيميا، الأنيميا ده ممكن إن هو يخليه الفيروس يدخل كده وهو مستريح، أو البكتيريا تدخل وهي مستريحة. فكل ما كان الشخص المعدلات الطبيعية بتاعته أو المعدلات بتاعت اسمها البلاد كاونت في المعدل الطبيعي، كل ما كان الشخص يقدر ان هو يحارب. بالاضافة بقى لعوامل كتير، ان النوم الكويس يعني طبعاً. لما ربنا سبحانه وتعالى عمل الليل للنوم والنهار للشغل، فلو الناس خلفوا الكلام ده او قلبوا الكلام ده يعني عكس الفطرة بالظبط. فده بيأثر على الجهاز المناعي. في عوامل كتير جدا جدا بتأثر على الجهاز المناعي، الأكل والشرب والتوترات والرضا يعني دكتور ده يمكن يفسر لنا انه حتى في جائحة كورونا كنا بنشوف ناس ممكن يكونوا كبار في السن ويصابوا بالفيروس ويتم الشفاء بشكل كامل، واحيانا صغير في السن ورياضي بس بيحصل ظروف صحي ما تعرفيش السبب. السؤال لا 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 السؤال ده مهم قوي. جميله قوي حضرتك. شوفي حضرتك، حدوث العدوى بيتوقف على عوامل كتير، من ضمنها حضرتك قلتي ان ممكن يكون شخص رياضي والبودي بيلت بتاعه كويس ويحصل له مشاكل او كومبليكيشن اكتر من الشخص التاني. هو على حسب عدد، هو خد كمية فيروسات قد إيه؟ فهماني؟ تاريخ إصابته بالفيروسات طول حياته، خد فيروسات قد إيه؟ اللي بيقعد مثلا لو أنا قاعدة في مكان زحمة وفيه عدد كتير والمكان مقفول والمساحة بتاعته قليلة، هنا أنا هكتسب، وفي شخص بقى مصاب هينشر العدوى وهياخد والناس هتاخد بقى، يتوزع بقى، ده مناعته ضعيفة ممكن هو ياخد أكتر، ده مناعته كويسة هياخد أقل.
فهي بتتوقف على عوامل كتير، هو واخد كمية فيروسات قد إيه وقعد قد إيه مصاب بيها أو قعد قد إيه يعني في الجو ده، الجو الكونتامينيتد ده. ففي حاجات كتير بتأثر على طبيعة الفيروس، كمان في فيروس شرس وفي فيروس ضعيف شوية. نتمنى طبعا انه يعني ربنا ينجد البشريه من هذه الفيروسات العالمين. ومن خطرها ويجنبنا جميعا سوءها ان شاء الله. ونتمنى انتهاء الكورونا والجدري. هي الحمد لله، هي الحمد لله، هي الامور بقت كويسه. الناس بس عايزين نفضل الناس عندها الناس الوعي بقى. الناس هم يعني الناس اللي عاجبني فيهم ان عندهم الوعي. النهارده لما حضرتك بتقابلي حد في الشارع بيبقى فاهم ان هو يتصرف ازاي وعنده الوعي شكله ايه. لكن احنا بس بنطالبهم ان اي مكان في تكدسات البس الماسك، اهتم بغسيل الايدين. انت عارفه ان الصلاه والنقاب دولت مهمين جدا جدا، موانع طبيعية. النقاب يعني انا كنت في مؤتمر في منظمة الصحة العالمية اول بدء كورونا، وجه مدير منظمة الصحة العالمية قال ايه، احنا نتمنى ان الناس كلها تبقى منقبة. ده ما هو ده ماسك طبيعي. تمام، عايزة. فالاهتمام بلبس الماسك، الاهتمام بغسيل الايدين باستمرار، مش لازم ان احنا نلمس حاجات عمال على بطال كده. تمام صحيح. خدنا يا دكتور يعني مرحلة طويلة جدا في معركة الوعي، معركة الوعي بين البشرية والفيروسات، ونتمنى أن الإنسان ينتصر في النهاية بإرادة ربنا سبحانه وتعالى. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء المثمر، الدكتورة كريمة الشامي، الأستاذ بجامعة المنصورة، مستشار مكافحة العدوى. نورتين. شكرا. بشكر حضرتك. شكرا. أشكر حضرتك. تسلم. مشاهدينا شكرا طيب المتابعة، وغدا إن شاء الله حوار جديد.